السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، وفي هذا الموجز الجديد والحصري. دائما وقبل البداية نبدأ بأبرز عناوين هذه الحلقة. الرئيس التونسي يراسل الملك محمد السادس. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يلغي زيارة له إلى الجزائر. كاترينا كيف تتلقى تهديدا بالقتل والشرطة تكشف هوية المتهم. كارمن سليمان تبدع في أداء أغنية لنجم الراب الحر. سعد المجرد لنتحدث عن الحب. بعد ظهوره بدون ملابس، رانفير سينغ وسط الانتقادات. توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك بمناسبة الذكرى 23 لتربعه على عرش أسلافه المنعمين. ومما جاء في برقية الرئيس التونسي قائلا: يسعدني بمناسبة إحياء الذكرى 23 لعيد العرش المجيد أن أتقدم إلى جلالتكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب التونسي بأصدق عبارات التهاني وأخلص تمنياتنا الأخوية بدوام الصحة والسعادة، وإلى الشعب المغربي إطراد التقدم والمناعة، سائلا الله تعالى أن يديم على بلدكم الشقيق نعمة الأمن والاستقرار والنماء. وأضاف الرئيس التونسي: وإنني لأغتنم هذه المناسبة السعيدة لأجدد الإعراب لجلالتكم عن حرصنا الراسخ على مزيد تطوير علاقات الأخوة المتينة التي تجمع شعبين الشقيقين، وتطلعنا إلى مواصلة العمل معنا من أجل مزيد الارتقاء بمسيرة التعاون المثمر بين بلدينا في مختلف المجالات. قرر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إرجاء زيارتنا كان من المقرر أن يقوم بها إلى الجزائر يومه الجمعة الماضية، حسب ما جاء في تغريدة للصحفي الفرنسي جورج مالبرونو. وتزامن هذا الإلغاء الذي قرر في آخر لحظة مع زيارة ولي العهد السعودي إلى باريس الخميس المنصرمة، وكانت الزيارة مبرمجة في اليوم الموالي لعشاء العمل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ولفت الصحفي الفرنسي إلى أن هذا العشاء لم يكن ليسير على ما يرام، مضيفا: كان هناك توتر في اللحظة الأخيرة من جانب الأميرة. يشار إلى أن هذه الزيارة تعتبر هي الأولى من نوعها لولي العهد السعودي إلى فرنسا منذ اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل 4 سنوات في القنصلية السعودية في إسطنبول. ضبطت شرطة سانتا كروز في مومباي رجلا قام بتهديد النجمة الهندية وزوجها الممثل فيكي كوشال بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتقدم فيكي كوشال قبل أيام ببلاغ للشرطة حول تلقيه وزوجته كاترينا كيف مجموعة من التهديدات والسباب غير اللائقة على يد أحد الأشخاص عبر السوشيال ميديا. وفقا لتقرير هندوستان تايمز، فإن مانجونات سينغي نائب مفوض الشرطة المنطقة 9 قال في تصريحاته: لقد سجلنا القضية بموجب القسمين الترهيب الجنائي والمطاردة من قانون العقوبات الهندي والمادة 67 نقل مواد فاحشة من قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000. وتبعا لتقارير الشرطة، فقد قيل إن صرح أن المتهم كان ينشر رسائل تهديد لها على الانستغرام ويطارد كاترينا كيف أيضا. وادعى الممثل أن المضايقات والتهديدات استمرت لبضعة أيام، وبعد ذلك قرر التقدم ببلاغ للشرطة. وبعد يوم واحد من تقدم فيكي كوشال ببلاغ ضد مجهول يتهمه فيه بتهديده وزوجته بالقتل، ألقت الشرطة على مانفيندر سينغ، شاب يبلغ من العمر 28 عاما ويعمل ممثل صغير، خلال تواجده في أحد الفنادق في مومباي. واعترف المتهم أنه ترك الدراسة في الكلية وجاء إلى مومباي ليصبح ممثلا، مشيرا إلى أنه متيم بحب كاترينا كيف لدرجة أنه كان يتمنى الزواج منها، كما كان ينشر صورا معدلة بالفوتوشوب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعه بها وبغيرها من الممثلات. من ناحية أخرى، صرح محامي المتهم سانديب شيريخان مناديا ببراءته وقال: موكلي ممثل مكافح هو متورط كذبا
وأصبح كبش في داء حذف الرسائل المرسلة من الممثلة كاترينا وشقيقتها من الإنستغرام، كما يتم تصوير القصة من جانب واحد. وقال المحامي لوكالة الأنباء INI إنهما من نفس الصناعة ويعرفان بعضهما البعض منذ عام 2019، والآن فجأة تظهر هذه الإدعاءات. من ناحية أخرى، التزمت كاترينا كيف وفيكي كوشال الصمت حول التعليق على هذه القضية حاليا، ولم يخرج بأي تصريح إعلامي حول الواقعة. وقبل واقعة كاترينا كيف وفيكي كوشال، فقد تلقى عدد من المشاهير الهنود تهديدات بالقتل، حيث تلقت الممثلة سوارا باشكر خطاب تهديد بالقتل تم إرساله إلى مقر إقامتها في فيرزوفا، وقدمت شكوى رسمية ضد مجهول الهوية. ومنذ حوالي شهر تلقى نجم بوليود ووالده سلمان خان تهديدا بالقتل أيضا. ووفقا للتقارير، فقد تركت رسالة على المقعد المفضل لسلمان خان، والذي يأخذ عليه استراحة في كثير من الأحيان بعد المشي في الصباح. ورد في الرسالة أن الثنائي الأب والابن سيواجهان نفس مصير المغني البنجابي المقتول سيدو موسوالا، الذي قتل بالرصاص في 29 من مايو. ظهرت الفنانة المصرية كارمن سليمان في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وهي تؤدي أغنية مغربية لنجم الراب المغربي الحر. وتلقت كارمن سليمان رسالة من متابعة طلبت منها أداء أغنية مغربية قائلة: غني أغنية مغربية، صوتك في المغرب زوين بزاف. لتختار النجمة المصرية أداء أغنية حسبية لصاحبها الفنان مراد حلحول الشهير فنيا بلقب الحر. حسبية من اللي في عيني تشوف بلا ما نشرح، يوم موالفة نغيب نبات ما نصبح، حافظ طرقاني لقدام رواية فين كتشطح، تستاهل لا بكيت حتى من اللي نفرح ولا بغيت نوصف جراح. وشارك نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع، مشيدين بأداء صاحبة لقب برنامج عرب أيدل وكذا إتقانها للهجة المغربية. وفي سياق آخر، تقاسم الرابور المغربي مراد حلحول الشهير بلقب الحر قبل فترة مقطع فيديو من كليب الأغنية التي تجمعه بالفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي، وأطلق كل من الرابور الحر والدوزي كليب الأغنية التي تم تصويرها بالعاصمة الرباط، والتي تم طرحها لإعطاء الانطلاق لاحتفالات الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية. وجه النجم المغربي سعد المجرد رسالة لجمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، ونشر المجرد صورة من كليب أغنيته الأخيرة عاش ملكنا الحبيب التي أصدرها بمناسبة عيد العرش المجيد عبر حسابه الشخصي، أرفقها بتعليق: دعونا نتحدث عن الحب لتنهال عليه عبارات الحب من محبيه حول العالم. ومن جهة أخرى، أعرب النجم المغربي سعد المجرد عن سعادته الكبيرة بعد تخطي الديو الذي جمعه بالنجمة اللبنانية إليسا من أول دقيقة، عتبت 200 مليون مشاهدة عبر قناة الأخيرة على منصة تحميل الفيديوهات يوتيوب. ونشر سعد المجرد مقطع فيديو يجمع بين العديد من اللقطات الخاصة بأغنية من أول دقيقة، سواء من كليب العمل أو من الحفلة التي جمعته بإليسا، أو لحظات استمتاع جمهوريهما بهذا الديو الذي حقق نسبة مشاهدة عالية في ظرف 11 أسبوعا. من جهتها، احتفلت النجمة بهذا الإنجاز وكتبت عبر حسابها على تويتر قائلة: 200 مليون في هذا الوقت القصير، خلينا نحتفل. شارك نجم بوليود رامفيرسينغ مجموعة صور مع متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام من أحدث جلسة تصوير أجراها لغلاف مجلة بيبر ماجازين، وحصد بها الآلاف من الإعجابات. وأثارت الصور التي ظهر فيها سينغ عاريا جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض لظهوره بهذه الطريقة، خاصة أنه في نهاية المقابلة التي رافقت هذه الصور صرح بعبارات معينة: إنه لا يهتم بما إذا كان أي شخص سيحكم عليها. وأشاد العديد من مشاهير بوليود برانفير على السوشيال ميديا بالتقاط الصور الجريئة، لكنه واجه أيضا مشاكل قانونية بشأنها. وفقا لتقارير وسائل الإعلام الهندية، سجلت شرطة مومباي يوم الثلاثاء تقديم شكوى من قبل منظمة غير حكومية تسمى مؤسسة شيام مانغرام ضد رامفير سينغ لنشر صور عارية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويواجه تهمة إيذاء مشاعر النساء. احتفل رامفير سينغ أمس بتكريم
تقييمه وحصوله على جائزة براند إندوسر لهذا العام كشخصية محل ثقة للإعلانات، أو ربما معناه جائزة المصادق على العلامة التجارية للرابطة الدولية للإعلان في دورتها التاسعة. وعبر رام فيرسينغ عن سعادته بالتكريم وشارك صورا من الحفلة عبر الإنستغرام وعلق عليها بما معناها منذ بدء رحلتي المهنية كمؤلف في وكالة إعلانات إلى الآن تكريمي بجائزة المصادقة على العلامات التجارية لهذا العام، الجائزة المرموقة الحياة تكمل دورتها. كانت هذه آخر فقرة في حلقتنا لهذا اليوم، شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.